عايزين نعرف يعني ايه ابلاستيك انيميا وازاي نعمل تشخيص للابلاستيك انيميا هاو كان يو دايجنوز ابلاستيك انيميا ابلاستيك انيميا وات از ابلاستيك انيميا ذا سيل ديفكت كلنا خدنا قبل كده وعرفنا ان كل بلاد سيلز بتطلع من خليه جذعيه اللي هي اسمها ستيم سيل اللي هي موجوده في الريد بون مار بالتالي لو في ديفكت في الهيماتوبيتك ستيم سيل هيبقى في بون مارو فيلير فشل للنخاع العظمي النخاع العظمي يفشل في انتاج كل خلايا الدم انتاج الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز والبليتليتس اللي بنقول عليها بان سايتوبينيا يبقى مصطلح بان سايتوبينيا بان سيتوبينيا نقص في جميع خلايا الدم او فشل النخاع العظمي انه ينتج جميع خلايا الدم ممكن يكون المرض ده اكوايرد مكتسب يعني مثلا زي المواد الكيميائيه ممكن تاثر على البومارو في اللي تعمل البومارو او الراديشن الاشعه او الانفكشنز ممكن او الدراجز الادويه كل الحاجات دي عناصر خارجيه جاية من بره تاثر على الخلايا الجذعيه تاثر على الريد بومارو يبقى في يبقى في فشل في انتاج الخلايا وممكن يكون هيريديتري هيريديتري يعني وراثي يعني مفيش كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي ولكن مشكله وراثيه هيريديتري مشكله جينيه جينيتيك اللي حصل ان الجينز اللي مسؤوله عن ان الستيم سيل تطلع عليه زي ما انتم عارفين اماتيور سيلز والاماتيور سيلز بتمر بمراحل مختلفه عشان تطلع لي الماتيور طبعا الكلام ده عشان يتم لازم يبقى في جينز لو في جينيتك ديفكت هيرديتري عيوب وراثيه هيؤدي الى ابلاستيك انيميا